الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء في شأن الاقتصادي أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير دفع إلى ركود اقتصادي في عموم أسواق بغداد، وأضاف الخبراء أن ارتفاع درجات الحرارة أثر على الوضع الاقتصادي ودفع إلى عملية ركود اقتصادية في عموم أسواق بغداد وقلل من الحركة البشرية في الأسواق والشوارع، مشيرين إلى أن المواطنين أصبحوا لا يخرجون من المنازل إلا بالحالات الاضطرارية، وأن ذلك سيكون له تأثير على قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازي. كشف النائب أمير المعمور عن عمليات وصفها بالصادمة تقوم بها شبكات نهب وتزوير للعقارات منذ 15 عاماً، وأضاف النائب المعمور أن شبكات التزوير مستمرة في نهب العقارات منذ 15 سنة، ما تسبب بخسائر تقدر بأكثر من تريليون دينار على الأقل، معتبراً أن شبكات العقارات تحتاج إلى رادع حقيقي، وأن العراق أمام سيناريو آخر لنهب الأراضي والأموال، وأن ما أعلن عن كشفه هو نسبة قليلة من خفايا ما يحصل في بابل لسنوات طويلة. كشفت شبكة بيزنس انسايدر الأمريكية أن وزارة التخطيط في بغداد تتعاقد مع شركة كي بي آر الأمريكية سيئة السمعة للإشراف على تنفيذ المشاريع الكبيرة في العراق. وبحسب الشبكة فإن الشركة حصلت على عقد مع وزارة التخطيط لتقديم خدمات الاستشارة والدعم وتقديم الدراسات والمراجعات، بالإضافة إلى الإشراف على المشاريع الكبرى داخل البلاد، مضيفة أن الشركة حصلت على العقد العراقي مع وزارة التخطيط بقيمة وصلت إلى 46 مليون دولار تمتد على 5 أعوام، حيث ستقوم الشركة بالإشراف على دعم الوزارة من خلال الاستشارة والإشراف على تخطيط الاقتصاد العراقي ومشاريعه الكبرى. أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الولايات المتحدة اتجهت لاستيراد النفط العراقي الثقيل واستبداله بالكندي، فيما بيّنت أن أمريكا كانت تستورد من البصرة 76 ألف برميل يومياً وستقلله 3000. وذكرت الوكالة أن مصافي الساحل الغربي لأمريكا تستبدل وارداتها من النفط العراقي الثقيل بنفط أرخص من كندا، حيث يعمل خط أنابيب ترانس ماوتن الموسع حديثاً على تعديل التدفقات التجارية عبر المحيط الهادئ. قالت صحيفة ذا ناشونال إن لبنان يعتمد على الوقود العراقي لتلبية احتياجاته من الكهرباء رغم الفواتير غير المدفوعة وعدم وجود خطة سداد متفق عليها. وأضافت الصحيفة أن وثائق ومقابلات جديدة كشفت أن المخطط الذي يقول الخبراء إنه محفوف بالمشاكل يمكن أن يفاقم أزمة الكهرباء في العراق مع تأخر انتقاله إلى مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على تزويد العراق للبنان بالوقود الثقيل على أن تقايضه بيروت في السوق الدولية بأنواع نفط تتناسب مع محطاته الكهربائية. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.